خبر الرابع عن القيد الصيفي في اتحاد الكرة للموسم الجديد 2020/2021. يغلق مساء اليوم الخميس 7 أكتوبر مسؤول اتحاد الكرة فترة القيد الصيفية الموسم الكروي الجديدة 2021/2022، حيث انطلق الدوري اليوم 25 أكتوبر الجاري. ينطلق الدوري يوم 25 أكتوبر الجاري. وأيضا معنا خبر تاني، مصطفى عسل يتوج ببطولة أمريكا المفتوحة.